ناخذ اول مكالمه. الو ملكه. الو سما. كي دايره؟ لاباس عليك ملكه؟ الحمد لله بارك الله فيك. كل شيء على خير. تحيه لكل طاقم ميد غاديو. مرحبا بسلامك. شكرا. مستمعات كاملين. بارك الله فيك. عندي لك واحد السلام من عتيقه سيدي بالنور. اييه. وقالت لك ما كتوصلهمش اذا مازال. واخا. وهي مقلقه قالت لك حيت ما كتوصلهمش مازال البرنامج. تحيه ليها. ايه مرحبا بسلامها. تحيتنا العتيقه. باش عندي بزاف ديال الطلبات السيدات واش نعاود لهم. ايه واخا. بغات البهله ديال صابلي. واخا. انا غنعاود عليها. يلا نبداو بغريب ياك قلتي لنا شنو باش غادي نبداو؟ صابلي. عندنا ربعة ديال الزبده. شنو هي يعني البهله؟ ايه سمحي لي كنسيتك. يلا تفضلي. ربعة ديال الزبده. جوج كيسان ديال الزيت. جوج كيسان ديال السنيده. ايه. كاسون زيت زنجان محمر وجوج ديال صابلي مطحونين. ايه. شويه ديال الملحه. ثلاثه ديال الخمارات. واحد فاني ودقيق على حسب الخالي. ايه واخا. نعاود المكونات. الا سمحتي. كنتمنى تكون استماع. ربع ديال الزبده. جوج كيسان ديال الزيت. جوج كيسان ديال السنيده. كاسونس ديال زنجلان. ايه. محمر. وجوج ديال الصابلي مطحونين. جباكيات. شويه ديال الملحه. وثلاثه ديال الخمارات. واحد الفاني ودقيق على حسب الخالي. ايه. الطريقه راه السيده دابا كلشي كيعرفوا الزبده هي الاولى والزيت. اييه تخمر شويه. كنطربو مزيان والسنيده وكنزيدو داك الصابلي اللي طحنا والدقيق كنخليو الجنجان هو الاخر والخميره والفاني والملح. كنجمعو الغريبه ديالنا اللي بغا يخليها تبات يخليها ولكن اللي راه غتبات ما يديرش الخميره والجنجلان. واللي بغا يخليها شويه ويديرها يديرهم صافي. كنكورو الغريبه ديالنا وندخلها للفران والفران يكون سخون ديما البهله يكون الفران يكون سخون. ايه واخا. صافي نديرهم من الفوق باش كتفكع لينا و طيبها بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه. واخا. واحد السيده ما عقلتش الاسم ديالها بغات المايونيز. طريقه تحضير مايونيز. واخا. كنتمنى السيدات اللي اتصلوا بيا انا نسيت الاسماء ديالهم يسمحوا لي. في مشكل. ايه. المايونيز عندنا فيه بيضه. شويه ديال الملحه. ايه. وشويه ديال الخل. وجوج فرماجات. وياغورت طبيعي. عندنا بيضه شويه ديال الخل جوج فرماجات. ايه. ياغورت طبيعي والزيت اللي كنديرو في الاخر كنبداو نزيدها شويه بشويه. ايه. كناخذو الخلاط الكهربائي وكنطربو في هاد المكونات كاملين وكنزيدو الزيت بشويه بشويه. ايه. حتى كيعقد علينا يعقد ونديرو شي قرعه ديال الجوج وندخلو شويه مجمد. ايه. حتى كيولي عقد ديال المايونيز. الله يعطيك الصحه. السيدة بغات البيتزا سائلة. هادشي راه كلشي كنت عطيتو غندوزو. إيه لا مزيان مزيان. نذكرو شوية. كيجيو طلبات السيدات كيقول لك ما شجلناش. ما كاين مشكل. كنعاود لهم. أنا معاهم إن شاء الله. إيه. البيتزا سائلة عندنا فيها كاسونس ديال الدقيق. إيه. نص كاس تاع الزيت. واحد الخمارة. إيه. كاس وربع ديال الماء. خمارة ديال الحلوى. وحدة. إي وحدة. جوج معالق. بعض ديال الحليب غبره. ايه. بيضه شويه ديال الملح معلقه صغيره ديال السنيده هادشي ديال لاباط. نعاودهم. ايه سمحتي. كاسون ديال الدقيق نص كاس تاع الزيت واحد الخماره. كاس وربع ديال الماء خماره ديال الحلوى. ايه. جوج معالق كبار ديال الحليب غبره بيضه شويه ديال الملح معلقه صغيره ديال السنيده. هاد المكونات كلهم كنخلطهم في خلاط كهربائي. كنطربهم مزيان كناخذوا المول كندهنوه بالزيت وكنرشوا الدقيق. حنا غنديروا الكيكه. ايه. كنخويو هاد الخليط ديالنا كناخذوا مطيشه ديال الحك كنطربوها مزيان مع الزيت البلديه. كنخويو عليه من الفوق كنبداو نهدروا شويه بشويه راه هي غادي تقاد وحده ما غتدخل الفران. ايه. وكنديروا الطون واللي بغا يدير الفلفله مقطعه صغيره يديرها اللي ما بغاش يدير غير الطون والفرماج محكوك وندخلوها للفران والزيتون اللي بغا يدير الزيتون يديرو. ميه. وكتجي زوينه حتى هي. فعلا ايه في الكوتي. في الكوتي وكتجي زوينه. غادي نعطيك واحد الخبيزات ديال القمح والشعير هذه جديده. عندنا فيها كيلو ديال الدقيق ديال القمح. وزلافه ديال الشعير. ايه. جوج بيضات. كاس صغير ديال الزيت البلديه. شويه ديال الملح والخميره الفوريه واحد المعلقه كبيره.
ثلاثه المعالق ديال السنيده، شويه ديال الزنجلان، ثلاثه المعالق كبار ديال الزبده والماء باش كنعجنوا العجينه. نعود للمكونات. واخا. كيلو ديال الدقيق ديال القمح، وزلافه ديال الدقيق ديال الشعير يكون مغربل. جوج بيضات. يعني القمح والشعير نديروهم متساويين، كميات متساويين، بحال دابا نص كيلو نديرو نص كيلو ولا؟ لا دابا كيلو ديال الدقيق ديال القمح كنزيدو عليه غير زلافه، يعني رابعه. هكذاك. واخا. يعني القمح يكون غالب على الشعير. غالب على الشعير. جوج بيضات. وكنصغر ديال زيت البلديه. ايه. شويه ديال الملحه. معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه. ثلاثه المعالق ديال السنيده. شويه ديال الزنجلان، ثلاثه المعالق كبار ديال الزبده. كنخلطوا المكونات ديال العجينه ونزيدوا الماء ديالنا، كنعجنوا عجينه عاديه. كنخليوها ترتاح وكنقرصوها، تنديروا كويرات ونقرصوها في الحمراء ديال النخوة، على ديك الحمراء كتبقى الماء بخير. صافي كنقرصوهم وكنضربوا الخبز ديالنا، خليوه حتى يخمر مزيان ودخلوا الفران. والصحة والراحة. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك. شكرا لك بزاف مليكة، مشكور على هاد الاقتراحات اللي عاودتي واللي كنطلبوا المستمعات. نتمنى أن كل مستمعة بغات هاد الاقتراحات، سواء يعني العجين ديال البيتزا السائلة ولا هاد الخبيزات ديال القمح والشعير ولا الحلوى ديال بهلة ولا غريبة اللي طلبتوا من عند مليكة، تكونوا في الاستماع وتعاودوا تطبخوهم إن شاء الله.